لن تصدق ما تشاهد بعينك بين الواقع وبين الخيال، وقدرة الله عز وجل فوق كل شيء. بعد ما دفن هذا الرجل تقريبا ساعة، سمعوا الصوت صياح في القبر. طبعا كان هذا الرجل جالس على القبر اللي هو قريبه اللي يصيح، سمع صياحه فبدأ يصيح اخرجوه اخرجوه. طبعا قالوا يمكن صياح جن، يمكن صياح وهم، يمكن شيء ما توقعوا ان الرجل يكون يعني حي، لانهم متأكدين دفنوه ميت. بعد ما حفروا، طبعا بعد ما دفنوه بساعة كان يصيح عليهم، طبعا قريبة شوفوا الظاهر ولده يصيح يقول اخرجوه اخرجوه بسرعة. كانت المفاجأة الرجل حي، سبحان الله، الله كاتب يعيش، باقي ما باقي له عمر، باقي يخوض في هذه الحياة. بس سبحان الله شيء عجيب، وله عجيب على الله عز وجل، قدرة الله فوق كل شيء. سبحان من أحياه بعدما مات. شاهد آخر المقطع تشوفه يطلع طبعا ويرتكي على وياخذ نفس ويرجع للحياة من جديد. هل تتوقعون يعني هذا اللي طلع من القبر يبغى يعرف وش مصيره على هالحياة، وش مصيره في الدنيا، وش نهاية الدنيا؟ طبعا شاف الظلام وشاف يمكن الله عز وجل أراد له في هذا خير، يعني ترجع تكمل باقي حياتك وتستغفر عن ذنوبك وتتوب ترجع إلى الله. فيجب علينا أن نرجع إلى الواحد الأحد، وأن نتخذ أن هذه الحياة زائلة، ونعلم أنها زائلة لا بقاء. شوفوا شوفوا شفتوا شوف.